يعني اكيد اللي صاير هلا وعم بيصير وصار ان كان بفلسطين ولا ان كان بلبنان ولا ان كان باليمن ولا كان سوريا اي بلد اي بلد بالعالم حتى اوكرانيا كل البلدان اللي عم بيصير فيها حروب نحن بنزعل على الناس اللي عم بتموت بلا سبب بصراحه لانه انا بالنسبه لي حروب مفتعله واللي شفناه بغزه كانت اباده جماعيه لكم البشر الموجود بغزه اكيد هذا الشيء بكيت وزعلت وتضمنت كثير وانا من الفنانات اللي بالبدايه تضامنوا مع الفلسطين والفلسطينيه عملت اغنيه يا قدس وكنا نعمل حفلات تبرعات للمرأة الفلسطينية بعز دين الحرب وما بنسى مرة كان عندي حفلة تبرعات راحت للمرأة الفلسطينية كانت بمصر وكنت بانترفيو مع الإعلام الكبير عمر لا مش عمر أديب عماد أديب الدين وحكينا عن الموضوع يعني لبنان عم يمرق بكوارث فظيعة من الحرب والعدو الإسرائيلي وغزة بس أنا بس بدي أسأل شغلة ببداية الحرب اللي صارت وقفنا كتير وتضمننا كتير واكيد انا بتمنى باسرع وقت هذا الشيء يوقف لانه ما عم نقدر بقى نتحمل نشوف بس مقاطعه المهرجانات ليه ما نحن قلنا سنين على هالحال طب نحن وقت صار كمان عندنا بالجنوب المفروض خلاص نوقف شغلنا نوقف حياتنا الدنيا ما بتوقف بالنهايه نحن كمان بنقدر نساعد من ورا شغلنا يمكن اذا ما بنحكي مش معناتها نحن ما عم نساعد عم نساعد بصوتنا، عم نساعد بشغلنا، عم نساعد بأمور كثيرة، وأنا من الأشخاص عن جد ما بحب أحكي بهالمواضيع، إنه أنا ساعدت وعملت، ما بحب. وإن شاء الله يا رب توقف الحروب ويعم السلام بكل العالم لأنه نحن تعبنا، الشعب العربي تعب.